معايا المهندس ماهر عبد القادر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بكل خير يا رب. اولا بشكرك علشان كان في مشكلة تعرضت عليك بتاعت الحاجة صديقة، وهي كلمناها على الهواء وقالت ان المشكلة اتحلت، فانا بشكرك. امر حضرتك يا باشا، انا عملت تاني يوم اول ما جت لي على طول من عند حضرتك، بعتها مع لجنة هناك ونزلنا والحمد لله ما فيش مشكلة، يعني هي مش متضررة من حاجة، الكل الصويا بتاعها ما فيش غرقان ولا اي حاجه، ولسه الناس اللي حوالين منها رغم ان هم جايين في دوره رز لسه ما زرعوش. هي الان انت عارف برضو الفلاح بيبقى خايف على زرعه. اتفقت مع الناس هناك قلت طيب انت جاي دوره رز هتسيب لها جيره حرام، علشان اي غرق هيحصل ليها انت اللي هتكون متكفل بالحاجات دي، والناس التزمت، وفي واحد قال انا مش زارع جنبها خالص، هسيب حوالي راس كامل كده ماشي حوالين منها عشان ما اجيش ناحيتها. كتر خير، وهو لازم نراعي بعض، ودي امراه معيله، فيعني برضو دي اللي احنا متعودينه من الفلاحين، وانا بشكرك على ان انت اهتميت بيها ومشكلتها يعني، فانا بشكر حضرتك. لا في برضو مشكله تانية للحاج فكري من دمياط. هو الراجل ده الزمام بتاعه 68 فدان، هو ليه 5 فدادين من ضمنيهم، الوحيد اللي جاله فيهم محضر ارز، وابتدى ان هو يقسط المخالفه ويدفع وقرب يخلص، ده كانت مخالفه من عام 2016، فوجئ ان هو قرب يخلص جاي له محضر تاني من 2014، وبيقول له اصل ده كان فيه خطا وده منسي، واحنا وهو مصمم ان هو ما كانش زارع ارز مخالف. فانا هو ممكن حضرتك جالي مرتين بالشكوى، وانا عملت لجنه وبعت جبت مدير اداره وجبت الدوره اللي فيها، هو كان زارع بالمخالفه سنه 2014 ايوه و2016 وطلع له حكم قضائي، واخد بال حضرتك ان هو يدفع الفلوس ديت. قلت له انا يعني انا اعمل لك ايه، انا المستندات قدام مين هي ان انت كنت زارع بالمخالفه، تمام، يعني مدير الجمعيه يعني هو الامر خلاص. لا خلاص دي قرار محكمه ما اقدرش انا ده حكم فيه. محكمه، وده اجراءات هو ممكن يكون تقاعس فيها، ما تابعش، هو فعلا كان زارع ما عملش ايه اللي يخليه من 2014 يجي لحد 2017 يجي لي دي كده، يعني دي رسالة واضحة لأي مزارع، بلاش نزرع مخالف علشان ما نبقاش في نفس المأزق ده، هيبقى وضع سيء، خصوصا ان الغرامة دلوقتي كمان اضعاف الغرامة اللي احنا بنتكلم عليها. بما ان حضرتك معايا طبعا وده شرف لينا، اخبار القطاع الزراعي ايه بالنسبة للموسم الصيفي عموما في محافظة دمياط؟ والله الحمد لله كل شهر حضرتك طيب، وكل الزملاء في القناة طيبين، حضرتك طيب. احنا الموسم الصيفي عندنا ان شاء الله اشتغل كويس، احنا جاي لنا 42,038 فدان رز في القرار الوزاري، ايوه، واحنا ان شاء الله ملتزمين بالقرار الوزاري، يعني مشدد النهارده برضه في اشاره واجتماع ان اي واحد هيخالف القرار الوزاري ما يلومش الا نفسه، هجيبه في الحصر المخالف على طول. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا في القطن الحمد لله دخلنا دلوقتي على زراعه 8000 فدان، ما شاء الله، عندنا هكتار 1600 فدان وماشيين الحمد لله تمام، يعني لان دمياط من ضمن مناطق العزل اللي بيزرع فيها الاكسار، وخاصه احنا عندنا جيزه 92. ايوه. زارعين هنزرع حيوي ان شاء الله، وصلنا لحد دلوقتي 40 فدان، هنزرع اللي هو جيزه 45 برضه نازله في القرار الوزاري، زرعنا لحد دلوقتي 40 فدان هنكملهم 60 فدان. تمام. الذره احنا مستهدفنا 16,000 فدان. يمكن يزيد شويه عشان موضوع الرز ده. ايوه. احنا زرعنا لحد دلوقتي 5,200 فدان، ودمياط مشهوره بان هي بتزرع العروه الاولانيه والعروه النيلي، عشان حوالي 65% من الذره بيتعمل سلاج، وعلشان هنا الثروه الحيوانيه مرتفعه جدا. صح، ربنا يوفقكم ما شاء الله. عايز اسالك على نقطه هي عبء على الزراعه. دايما في مشاكل في المراوي الخاص والمسائي والترع الخاص اللي هي الصغيره دي، بتيجي الكراكة عشان تطهر اللي هي تبع التعاونيات، فالاهالي تعترض، في ناس يجي لها تمكين من المروة ما يقدرش ينفذه، محتاجين ايه علشان نقدر نفعل القانون في هذه الجزئية؟ لا وحضرتك التعاونيات هنا مش بتشتغل في التطهير غير في مركز فرسكور بس اللي هو عنده كراكة، انما اللي شغال معايا جهاز التحكيم. تمام. جهاز تحسين شغال رغم ان امكانياته هنا ضعيفه، بس عامل معايا الشغل كويس قوي. وهم انت لو حضرتك حتى
مجلس اداره الجمعيه عمل قرار وراح ياجر كراكه عشان تفحت المصرف او تطهر ترعه صغيره او الكلام ده، لا الناس عايزه بتاعه الحكومه عشان لو واحد عنده ماسوره يكسرها مش مهم دي بتاع الحكومه، لو بتاع الاهالي لا يروحوا واقفين لهم. فطبعا دي عامل ضغط جامد عليا لان كل اللي بيشتغل عندي كله حوالي ثلاث او اربع كراكات من جهاز التحكيم في المحافظه. وبالرغم من كده بتقول لي عاملين معايا شغل كويس، معنى كده ان الناس دي انا اشكرهم واحييهم، امكانياتهم محدوده خالص وسعادتك يعني كراكه مثلا بتشتغل في بلد راح تلمبة الجهاز عطلانه طبعا عشان نروح مثلا شربين او نروح القاهره عشان نجيب بناخد يومين ثلاثه بنضغطهم على الاخر، يبقوا عاملين يجروا الاخر يصلحوها، ممكن يصلحوها على حسابهم على ما يبقوا يصرفوا اي حاجه علشان ينجزوا العمل هنا. تمام. انا بشكرك وكل سنه. جهاز التحكيم احنا بنقدم له كل الشكر والتعاون معانا على الاخر في لان دمياط لها ظروف خاصه غير محافظات ثانيه، جهاز التعاون كبير فيها عنده قراطاته بيشتغل، انما هنا كله محمل على جهاز التحكيم. صح. انا بشكرك مره ثانيه وربنا يوفقك، كل عام وحضرتك طيب. المهندس ماهر عبد القادر وكيل وزاره الزراعه بمحافظه دمياط.